سمر، مساحتنا الثانية كمان هي طبية وبخصوص طبعا شلل الأطفال. هالمساحة اللي حنخصصها اليوم للإجابة عن أسئلتكم رح نحكي فيها عن الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال، ونضوي على هالموضوع مع الدكتور ظافر سلامي أخصائي بأمراض الأطفال. يسعد صباحك وأهلا صباح وسهلا اليوم. فيك. صباح الخير. يسعد صباحك دكتور صباح. وأهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نعرف شو هو شلل الأطفال، ولشلل الأطفال مثل ما بنعرف كتير أنماط، كمان خلينا نحكي عليهم. هلا شلل الاطفال هو مرض فيروسي كان كثير شائع بالقديم. هو بيجي عباره عن فيروس بيصيب الاطفال اغلبهم تحت عمر السنه، بيؤدي الى مشكله حركيه عند الطفل. طبعا نحن اكيد عم ناكد على مشكله حركيه عند الطفل، بيؤدي الى شلل، ممكن يكون شلل جزئي او يعني هو عرفتي له مجموعه اعراض، ممكن يكون جزئي ممكن يكون شامل، ممكن يكون يتراجع. احيانا كانوا بالقديم حتى في مرضى يتراجع الشلل عندهم، يعني بعد ما ينصابوا بالشلل مع الزمن تلاقي الاصابه تتراجع شوي شوي. فهو اصابه فيروسيه بتصيب الأطفال أغلبهم تحت عمر السنة، وبتؤدي إلى إعاقة حركية عند الطفل، الأغلب هي طبعا بالطرفين السفليين تجاه الأطفال. نعم، خبرنا شوي عن أهمية اللقاح ضد شلل الأطفال دكتور. هلا يعني هو احنا ما هي حملة وطنية ومجانية، اكيد، بس انا احكي شغله عن لقاح، نحن عن لقاح الشلل بحد ذاته. نعم. احنا بالقديم قبل ما يخترعوا لقاح الشلل كانت الإصابة كثير شائعة، وبتعرفوا ما بعرف من أعمارنا وأعماركم دائما نشوف عندنا بصفنا طفل معه شلل بالطرفين السفليين، فكانت اصابه كثير شائعه. وقت اللي اخترعوا اللقاح اللي بدي اول شيء طبعا لقاح فموي وبعدين صار عضلي، نحن اللقاح حمل البشريه كلها، مو نحن عم نحكي عن سوريا، البشريه كلها من الاصابه. بحس عقبال كورونا هلا كمان، عقبال كورونا ان شاء الله يا رب. لا هلا الشلل اسوء من كورونا، انا بنظري الشلل اسوء من كورونا. أكيد. يعني كشلل عم تعمل لك اعاقه مدى الحياه، فهو كثير اسوء من مرض بيصيبك وبيمرق وبيروح، عرفتي؟ صحيح. فالمشكلة انه كنا نعاني من مشكلة كثير كبيرة بصفنا وبرفقاتنا، تلاقي طفل معنا بالصف معه شلل الأطفال. وقت اللي اخترعوا اللقاح، طبعا اخترع أول شيء بروسيا، مشان هيك لقاح الكورونا إن شاء الله متفائل إنه يكون بروسيا كمان أول لقاح. فوقت اللي اخترعوا اللقاح توقف المرض بالعالم كله، ما عاد موجود المرض، يعني عرفتي قدروا يسيطروا عليه. طبعا لأنه هو الفيروس هو بيجي عن طريق البيئة المحيطة فيك، وطبعا عدوى بين العالم بتصير. فنحن وقت اللي اخترعوا اللقاح الفموي واللي أدى أنه نعطي فيروس مضعف يفوت يقعد بالأمعاء، لأنه الفيروس له ثلاث أنماط عرفتي بالقديم. هلأ طبعا صفى نمطين وحشيين بنسميهم، الوحشي هو اللي عايش بالبيئة المحيطة مو اللي عايش ضمنك أنت. فنحن وقت اللي اخترعوا لقاح الشلل المضعف فصار يفوت يقعد بالأمعاء يستوطن فيها، فيجي إذا في حال إجا الفيروس اللي هو الغازي اللي بيأذي، فبيلاقي انه المحل معود فيه ما بيقدر يفوت عليه، عرفتي؟ فهذا هو فئة لقاح شلل الاطفال. فنحن وقت اللي صار لقاح الشلل يعني خدم البشريه كلها، ما عاد شفنا مريض اسمه شلل اطفال، نادر جدا. يعني انا بشغلي كله تقريبا من 20 سنه بعيادتي لهلا اجاني حاله واحده وقت اللي صارت الحرب بسوريا وتوقفت لقاحات، اجت حاله واحده شلل اطفال بكل 20 سنه، بينما بالقديم كنت كل يوم تشوفي حالات شلل اطفال. فاللقاح عطى فائده كثير كبيره. نحن يعني موضوع الحملات الوطنيه للقاح هي حملة كتير مهمة، لأنه أنت عم تحاربي الفيروس الوحشي. يعني أنت وقت اللي بتخلي فيروس أنت مصنعتي ضعيف ما أنه قدران يعمل شيء ويقعد بجسمك وما يخلي هذاك الفيروس يوجد حواليك، فبالنهاية بتأدي أنه هذا الفيروس بيختفي من محيطك من بيئتك اللي أنت حواليك، فما عاد تشوفي هذا المرض. أكيد دكتور. طيب بدنا نحكي عن أسباب حدوث شلل الأطفال، هل ممكن للسيدة الحامل المرأة الحامل هي تكون سبب يعني بعادات خاطئة أو بأي قصة تانية، ولا لا ما خاصة بالموضوع؟ لا أكيد ما، أكيد ما العلاقة بهالموضوع. إحنا الشلل هو يعني شلل الأطفال هو فيروس موجود مثل أي مرض، مثل الكورونا، إنه كانت العالم صارت تحكي بالكورونا، فهو مرض موجود، كان فيروس موجود منتشر بالبيئة منتشر بالمحيط، بيحملوه الناس بجسمهم بنحمل معهم بدون ما يعطي أعراض. فالشلل هو فيروس موجود بالبيئة المحيطة. نحن العدوى بتصير عن طريق انتقال من إنسان لإنسان أو من البيئة المحيطة. وقت اللي بنزل على الأمعاء وبيكون هذا الفيروس هو فيروس وحشي غازي بيعمل الأعراض. طيب دكتور أنت قلت قبل السنة، قبل السنة يعني بتبين إنه إذا بده يصير معه الطفل شلل الأطفال وبعد السنة. لا نحن بيجي بكل الأعمار، بس إحنا يعني عند الأطفال بيجي، بس إحنا قبل السنة هو الأكثر شراسة بيكون. تمام. طب خلينا نحكي شوي اليوم، هل الأم ممكن تعمل عادات خاطئة، ممكن يكون في تشوهات خلقية مثل ما قالت سمر، أو ممكن مثلا أنه يكون في عوامل وراثية، عوامل تؤدي لشلل الأطفال؟ لا أكيد لا، هو فيروس، يعني هو وباء،
فالفيروسات اكيد ما لها علاقه لا بتشوهات ولاديه لا لها علاقه بالعادات الخاطئه اللي عم تحكي عنها حضرتك. نحن اكيد هو فيروس بينتقل بينتقل من شخص لشخص، ممكن ينتقل بالبيئات اللي منا نظيفه كثير، بنلاقيه اكثر بينتشر بيئات نظيفه، بالتجمعات السكانيه الكبيره ممكن تلاقيه اكثر من مثلا المناطق المفتوحه، فهذه هي العدوى تبعه. اما انه ينتقل من طفل مشوه او عندك مشاكل بالحمل او اثناء الحمل هذا ما له علاقه. اكيد دكتور مثل ما حكيت انه الحمد لله ما في شلل اطفال، يعني من 20 سنه لهلا طفل واحد. انا حبياتي حاله وحيده وباثناء الحرب بذروه الحرب كانت. وبما انه هلا كمان في عنا حمله للقاح، اكيد بدنا نشجع الكل، كل الاهالي ياخذوا اولادهم ويروحوا يلقحوهم هاللقاح المهم. هلا دكتور خلينا ننتقل لكورونا، بما انه هلا خريف والطقس صار سقعه وصار في برد، وهلا الاهالي كمان بدهم يخربطوا بين الكورونا وبين الجريب العادي، فخلينا نحكي شو الفرق وتوعيه للاهالي بما انه كمان راحوا الاولاد على المدارس، شو برايك؟ تمام. نحن اول شيء نحن هلا موسم الانفلونزا تبع الموسم تبعنا نحن، هلا اول شيء بالنسبه للاهالي ونحن عندنا مشكله وانا في اول ما فتحت مدارس بس هلا العالم صارت تفهم انه الكورونا هو فيروس غريب عادي على الاطفال، مشاكله كثير نادره على الاطفال، اذياته كثير قليله، اخذ ضجه اعلاميه انا برايي اكثر بكثير من حقه، وهذا اللي خلى العالم تخاف، خلى العالم تبطل تبعت اولادها على المدارس احيانا لحتى اقتنعوا اخر شيء انه الفيروس على الاطفال ما في مشاكل عندنا، فهو غريب عادي مثل اي غريب، تمييزه عن الغريب عادي كثير صعب غير عن طريق المسح عن طريق البي سي ار. فنحن الخيار قدامنا انه يعني في تشجيع كثير كبير على لقاح الجريب انه بنقدر نخفف شوي الجريبات الموسمية بصفي نقدر ممكن نقدر نحصر الإصابة انه يا ترى كورونا او لا، بنقدر نميل لهالموضوع. الشيء الثاني على الأطفال الكورونا ما له مشاكل، نحن خوفنا من نقل الأطفال للبيوت للمنازل، فنحن إذا لقينا انه ابننا أصيب بجريب شو ما كان يكون أعراضه بغض النظر عن الأعراض، لقينا عليه حرارة وسع عليه مثلا وسيلان أنف أو إسهال وقيل أنه الأطفال الأعراض الهضمية عم نشوفها بكورونا أكثر بكثير من الأعراض التنفسية صحيح. فالحل المثالي أنه أنا هالطفل رجع على بيته، إذا في عندي حدا مضعف مثلا عيان عنده مشاكل عم ياخذ أدوية معالجات سرطانية، إذا عندي حدا سكري أو ربو شديد من الكبار بالعمر سته أو جده بالبيت نحاول فترة مؤقتة. طبعا بجديد نحن الحجر الحد الاقصى 5 ايام العزل بنقول عفوا هو انه 5 ايام، يعني انا بعزل ابني 5 ايام عن هالشخص حياته مهدده وخلص القصه كلها بعضها، شغله كثير بسيطه. هلا بالنسبه للتوصيات بالمنازل بغض النظر عن وجود كورونا او عدم وجود كورونا، النظافه الشخصيه شغله كثير مهمه. هي مهمه. اهم شيء يعني نحن استفدنا بكورونا بهالموضوع. كثير فادنا كثير فادنا غسيل الايدين. طبعا احنا الكمامه يعني هون بتكمن اهميه التوعيه كمان طبعا. دكتور وخاصه بتعرف طلاب المدرسه في منهم اعمار صغيره ما بيستوعبوا يحطوا كمامه او ما بيستوعبوا انه كل شوي عقم معلش نحكي كمان كمامه بس تحت 6 سنوات غير موصى فيها تماما، يعني ما انا صحيحه لانه الاطفال لا راح يحطوها ولا اي كمامه معلش عم ياكل قامه حطها بقرنه معين رجع حطها على وشه جرب فيه بتبادلوا الكمامات يعني انا بنتي اجت على البيت جايبت لي كمامه قام قالت لي هي كمامه رفيقتي واعطيتها كمامتي قلت لها ولي ما عاد اعطيك كمامه بالمره ربحاني خيو خذوا كمامتك. فنحن التوصيه نحن الكمامه معلش وعم نشوفها كثير عند الاطفال وهي غير موصى فيها طبيا وانا برايي مشاكلها اكثر من فوائدها. الشيء الثاني انه بوصي ابني انه بس تفوت على الحمام بس تطلع بس قبل ما تاكل اذا مسكت شيء بايدك اغسل ايدك، بوصي ابني انه اذا في العاب لرفيقك ادوات قلم عم تستعمل بس مانك مضطر تاخذ منه، يعني دكتور قد ما وصيناهم بيبقوا صغار يعني بيبقوا يعني صغار احنا بنوصي الطفل الطفل له قدره هائله على الاستيعاب ما بتتخيلي قد ايه مستوى مناعته بتكون قويه اذا انصاب لا سمح الله اكيد اكيد طبعا يعني ممكن انه يعني بيقاوموا بشده شديده يعني الاطفال كثير نادر ما شفنا غير كم حاله كوازاكي طبعا وهي حاله هي ما لها علاقه الكورونا او غيره ممكن يعمل كوازاكي اللي هو بتجي حراره عاليه واصابه قلبيه وفيات كثير نادره نحن سمعنا صراحة عن وفيات صارت من كورونا عند أمراض اللي عندهم أمراض خبيثة يعني ياخذوا معالجات كيماوية، أما ما نحكى عن طفل طبيعي ما عنده مشكلة صار وفاة لا سمح الله. قبلات مشافي عند الأطفال الأسوياء ما شفنا يعني طبعا. طفل سوي نام بالمشفى ما شفنا هيك حالات، يعني احنا ما عم نحكي عن سوريا حتى بالطب يعني حتى احنا بنتابع الأخبار كلها الطبية ما في هيك نحكى عنه. فنحن هو الكورونا هو مرض عادي. الشيء الثاني معلش بدي أحكي لك شغلة، الطفل كثير ذكي ومهاراته عالية جدا، بتقدري تفهمي مثل ما طفل ممكن تعلمي لغة ولغتين وثلاثة وأربعة وبتعلمهم بسهولة، في يتعلم غسيل الإيدين، في يتعلم النظافة الشخصية، ما عم أقول لك يمسك الكحول يعني بخبخ عائلة، طبعا هذا حكي منه مقبول على الأطفال يعني، أصلا نحن يعني الاستعمال المفرط للمعقمات بيؤدي لحتى الفيروسات اللي أصلا نحن متعود جسمنا عليها بتصير هي تغزونا بالنهاية، يعني الشيء بالمعتدل يكون،
وما نخوف الطفل، ما نفهمه انه والله الكورونا راح تموتك، يعني هذا حكي منه مقبول وعم نسمعه لاهالي الاطفال، لا بتفهمه انه مشان ما تمرض، ما تحتاج بالبيت، ما تعطل عن المدرسه، ما تسخن، يعني ممكن تهدم ما تحتاج لك شيء ابره مثلا، فخذ عقم ايديك غسلهم ونظف ايديك، لا تستعمل ادوات بس فيها. تعودوا الاطفال على هذا الشيء، يعني انه صاروا يفوتوا على البيت فورا غيروا ثيابهم على الغسيل ثيابهم، يعقموا ايديهم. ما هو ليش عم اقول لك اني اذكى كثير هني لحالهم بفوتوا مش لحالهم. فاتنا بهذا الموضوع دكتور، شو رايك بلقاح القريب للاطفال؟ باي عمر بتنصح فيه؟ وهل هو كمان ممكن يكون كمان وقايه يعني من اكيد الانفلونزا ومن الكورونا كمان ممكن يعطي حمايه للطفل ولا لا؟ هلا هو من الكورونا ما له علاقه بالكورونا اكيد. اما هو لقاح ظريف يعني خصوصا مع اختلاط الكثير عند الاطفال المدارس، هو بيوقي من الانفلونزات العاديه تبع الشتاء. طبعا بتعرفي انت كل سنه يعني بياخذوا سلالات فيروسيه حسب الانتشار وبيحطوها باللقاح، فانت بتخففي الاصابات الفيروسيه منه، بتخففي العطل عن المدارس، بتخففي الضغط النفسي للاهل انه والله ابني مرض كل اسبوع كل شهر عم يمرض، لا انا بخفف عنه هالشيء. اللقاح ما له اثار جانبيه، ما له مشاكل، موصى به حتى الحوامل، معلش نحكي كلمه حقيقيه، موصى به للحوامل، لانه اذا الحامل بتاخده وهذه اكيد مثبته طبيا بتوقي ابنه من مرض نحن كثير بنوقع فيه بمشاكل، هو التهاب الخصيبات الشعريه اللي احيانا بتنام الطفل بالمستشفى، فتخيلي قد ايه هو امن الى الحوامل موصى به بشده شديده. بينعطى فوق الست شهور باي عمر كان، من ست شهور وطالع لاي عمر، للكبار بالعمر للخطيره، كانوا بالقديم يوصوا فيه لمناطق التجمعات اللي عندهم مشاكل قلبيه رئويه، هلا توصل الكل. احنا اللقاح امن. هلا في فكره ثانيه عند الاهل انه هو بضعف المناعه، هو هذا حكي منه مزبوط، تمام، لانه انت عم تعطيه اضداد تقاوم فيروسات موجوده مثل اي لقاح، مثل وقت اعطيتي لقاح الشلل اللي عم نحكي عنه هلا واللي منع اصابات الشلل بالعالم، مثل ما انت بتعطي لقاح السعال الديكي وما عاد في شيء بالدنيا اسمه سعال ديكي، الدفتريا اللي كانت الوفيات كثير هائله منه وما عاد في شيء اسمه دفتريا، نحن عندنا الطاعون اللي وقفوا اللقاح لانه اختفى من الارض يعني، فالفكره انه عفوا جدري، فالفكره انه اللقاح هو ما له مشاكل ابدا. نعم. وما له اثار جانبيه، يعني من الطف ما يمكن تعطيه للطفل. ممكن يعني ترتفع حرارته اذا اخذ الطفل او كتير لا؟ كثير نادر، كثير نادر. اوكي دكتور، شكرا. دكتور شكرا لمعلوماتك القيمه، كثير استفدنا اليوم اكيد نحن وكل الامهات اللي عم يتابعوك، شكرا لك. شكرا لكم. شكرا دكتور، وان شاء الله النصائح اهم شيء اللي قلتها حضرتك يستفيدوا منها كل اللي عم يسمعونا الاهالي، ونتمنى الصحه والسلامه لعائلتك ولكل كمان. شكرا لوجودك معنا.